القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط وجندي عسكري أمريكي في منطقتنا وفي بلادنا وعلى أراضينا. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي سيدفع الثمن. هذه المعادلة. عندما نطرح هذا، طبعا لا نعني على إطلاق الشعب الأمريكي، وأتمنى هون يكون في وضوح شديد، لا نعني الشعب الأمريكي، لا نعني المواطنين الأمريكيين. يجب أن يكون هدفنا في محور المقاومة هو التالي: الرد على دماء قاسم سليماني وأبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا.